ليك تعليق على القصة بتاعت كابتن سيد عبد الحفيظ؟ انت النهارده جايب فيلم صامت مثلا؟ لا كوبا هو النهارده مالوش. لا هو القرار اصلا كان بيتاخد من بدري، بس هو اتاخر لحد ما البطولات والدورات وكل حاجه خلص. هو القرار من يعني انت متوقع ست شهور. متوقع انه من بدري، من بدري، من وقت دور المجموعات. انت متوقع انه من بدري؟ ايوه انا عارف. مستحيل، أنا عارف اللي هو مستحيل الاهلي والله يا كابتن عبد الجليل ياخد قرار زي ده فجاه. لا 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 لا، مش الاهلي مش بتاع فجاه وقرار عشوائي. خلينا نتفق ان سيد من احسن خمس مديرين كوره مروا على تاريخ. واحنا ما عشناش التاريخ، ما يعني انا ما بحبش الجمله دي. ما عشناش التاريخ، قول من الثمانينات. لا انا عشت، قول من الثمانينات لدلوقتي. انا عشت، لكن احنا شفنا الثمانينات والستينات والخمسينات والاربعينات. هو ما كانش في كوره ساعتها. لا لا، الكوره بدات من الثمانينات. لا 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 لا، انا اقدم معلش شويه. كابتن حسن حمدي كان مدير كوره، كابتن صالح سليم قبليها كان. لا دول ما حضرناهمش. حضرت عزت ابو الروس، تسمع عنه؟ طبعا دكتور عزت ده من احسن مديرين الكوره كمان على ايام هيدوكوتي، مش على ايام ده، كان جالنا وهو كبر. كابتن صلاح حسني كان مدير كوره. صلاح حسني، طارق سليم، محمد رمضان، علاء عبد الصادق. كابتن ثابت البطل يا راجل. ثابت يعتبر احسن واحد. يخش سيد من وسط الخمسه سته. انت كنت اسماء كبيره اهو. طبعا كابتن طارق سليم، كابتن ثابت البطل، كابتن عزت ابو الروس، كابتن صلاح حسني. بس لما مشيوا ما حصلتش الضجه دي ابدا. فسيد خارج من الباب الكبيره يا كابتن. لا هو ما كانش في سوشيال ميديا. لسه كنت هقول عيدك، ما كانش في سوشيال برضه. لا كان في جماهير في الاستاد اكتر من الجماهير. لما طاهر ابو زيد الاهلي استغنى عنه وعلاء ميهوب، الدنيا اتقلبت في استاد القاهره. الدنيا اتقلبت، انا كنت في الملعب. الجمهور الاهلي ده بيزوم علينا وبيشتمنا. ما هو انت بتتكلم في 100,000 مش في ملايين الملايين. ايوه ما هو ال 100,000 دول ساعتها. لا ال 100,000 في الاستاد دول بيسمعوا بره. لا بس خد بالك برضه وقت الماتش، لكن السوشيال انت 24 ساعه. لا كابتن قرارات وتخش. لا لا، قعدت فتره من طويله. لا من صفحه لصفحه، تخش من اكونت لصفحه. بس ساعتها كله بينقل. لا ساعتها لو تفتكر حصلت ضجه على الكابتن طارق. يعني انت متفق ان القرار كان بتجهزه؟ كان من فترة، فاكر انت بعد ماتش سان داونز وطلعنا ولازم تغييرات ولازم ولازم، ابتدت الهزة مع كذا هزة في الفرقة جوه القرار. واستحالة كولر ما يكونش عارف باستبعاد ابو عبلة وباستبعاد سيد ما كانش ده طلبه. ما اكيد اكيد، انا ما ينفعش انا اقدر اقول لك انا همشي ده وهمشي ده. انت متفق مع كابتن عبد الجليل في؟ متفق طبعا. وبعدين هو انت اصلا الطبيعي انت عايز تجدد لكولر، تتكلم معاه في تجديد، فتبقى عارض عليه كل حاجه والموضوع هيبقى موافقته هو. يعني هو هيتفاجئ ان مثلا النهارده ده جهازه يعني في الاخر، الراجل اللي قاعد جنبه مثلا في الماتشات وبقى له فتره كبيره من ساعه ما جه سيزون كامل هو مش موجود. طب مش موجود ليه يا جماعه؟ لازم يبقى عارف اكيد، مليون في الميه عارف يعني. بس عارف يا استاذ محمد، هي دي مطلوبه تغيير، مش عشان سيد وحش واحنا قلناها قبل كده. تغيير الدماء وجوه اوضه اللبس، طباعك اللعيبه. بس برضه الملحمه الجماهيريه اللي على السوشيال للكابتن سيد بتاكد ان الراجل كان يعني مادي شغل قدام الجمهور. يعني الميزه في سيد ان كان مادي شغل قدام مجلس الاداره وقدام الجمهور، يعني ماسك العصايه صح، يعني راضي هنا وراضي هنا، وده صح وده حاجه كويسه. بدليل الاهلي خد كل البطولات وما حصلتش مشاكل اللي ممكن نسمع عنها. في مشاكل في اوضه اللبس طبيعيه. اتفاجئت بانه بعض الناس هجمت الاداره على القرار؟ اتفاجئت جدا لان جديد على الاهلي، على جمهور الاهلي. يعني طارق سليم مشي من مدير الكوره، ما حدش قال سلام عليكم كابتن طارق سليم. فسيد انا بقول لك فعلا سيد يتحسب له وفي تاريخه ان الناس بتنادي بيه وهو ماشي في احسن حالات الاهلي. ودي بقول لك خروج من باب الكبير، ده تكريم ليه ان انا امشي من حته والناس عايزاني وبتعمل ضجه. دي حاجه كويسه لسيد، مش حاجه وحشه. كابتن احمد عيد، انت لو منه ترفض اي منصب تاني في النادي؟ يعني مثلا لو اتقال لك سيب مدير الكوره بس تيجي في لجنه التخطيط او تبقى في شركه الكوره او الكلام ده، يعني هل الافضل انك تبعد خالص عن ال على حسب بقى. انا عارف انا ماشي ليه، هو اكيد مليون في الميه عارف هو ماشي ليه. دي حاجه بتاعته هو اللي هيقرر. هل انا ماشي هما بيعاقبوني بحاجه، ولا انا ماشي عشان حد طلب ان انا امشي او المدير الفني طلب ان انا امشي؟ دي حاجه. لا بس المدير الفني لو طلب لازم هتنافس. ايوه ما هو مش هتحط في الاخر بالنار يعني. في الاخر هو اللي هيقرر. انا على حسب الموقف اللي انا فيه. يعني انا ماشي اكيد ماشي عشان يعني في مشكله. انت ممكن تبقى انا مش ماشي عشان ما فيش مشكله. لا انت ممكن تقول انا ممكن اخد الناديه في اي ما هو الاهلي
ما هو الاهلي 2020 و2021 واخد افريقيا واخد بزوبر ما هو ما مشيش وقتها ليه؟ عادي. والسنه اللي فاتت ما خدش وما مشيش برضه. ما انا بقول لك، ما انا بكلمك اهو. 22 اللي فاتت. ايوه ما هو مليون. طب لو مش ايام هو مليون في المية ماشي. الدروب اللي حصل. عشان في مشكلة. لو مش ايام الدروب اللي حصل يا احمد كان في الناس هتقوم وتقعد كده؟ لا هو هو وقتها كإدارة فكر اللي هو ما يمشيش في الوقت دوت، يفضل قافل ويفضل الأمور ماشية. هو هو كمان عنده الحتة يعني الحتة الفنية ما كانش عايز يدربك الأمور، كمان الحتة الفنية ما كانتش أحسن حاجة. كان عايز أصلا بعد سواريش لسه بيجيب مدرب جديد. لا أنا بتكلم على دور المجموعات في الفترة بتاعت دور المجموعات بتاعتي اللي شهر فبراير اللي فات يعني. دور المجموعات، ما هو الكابتن بيتكلم على الوقت ده. دور المجموعات الدروب ده الامور لسه ما كانتش اتحسمت، وامشي هنمشيه ولا مش هنمشيه. بس انا مقتنع اللي هو بسبب الفتره ديت هو مش موجود بسبب الفتره ديت يعني. بس انا لو مكانه تقبل طبعا طبعا ان شركه الكوره لجنه الكوره برضه مناصب مش قليله، مناصب مش قليله، وابن النادي وموجود في النادي وخبراته في الحته بتاعت لجنه الكوره او لجنه التخطيط او شركه الكوره، خبرات سيد برضه بقاله 15 سنه في المجال، عنده خبرات قويه قوي، زائد ان المرتب شغال. ما هو برده دي حاجه لازم نحطها في الحسبان، ان انت برده يعني الباشمهندس عادل القيعي بقى له 40 سنه جوه النادي الاهلي، ما بين لجنه كوره لشركه تخطيط القناه. سيد برده فتره بعد جابوه، وسيد شاطر يعني مقدم كويس، عمل برنامج في قناه الاهلي، فليه كذا حل. بس انا اعتقد ان هو هيوافق يعني. شايف ان هو يعني الافضل له يكمل. طبعا 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 ما ينفعش يخرج من العبايه. المديرين تحط على فكره كابتن محمد رمضان قلته. طبعا قلت محمد رمضان. قلت كابتن علاء عبد الصادق. قلت علاء عبد الصادق. والله؟ بس ما قلتش وائل جمعه. ولا هادي خشبه. هادي ما مسكش كتير. وائل وهادي. بس مسك مع كابتن صالح بدري كابتن هادي خشبه. مش كتير. انا خايف على خالد بيبو يكرر تجربه وائل جمعه. اللي بعديه بقى.